اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بأن بلغتنا رمضان، لك الحمد أولا، لك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا، لك الحمد باطنا، نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا آخره وأنت راض عنا، واكتبنا في من يوفق لقيامه وصيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأملتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا، ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ولعفوك مؤملون، ومن عذابك مشفقون. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا من يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ منه إلا إليه، اكلأنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحفظنا بعزك الذي لا يضام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نستدفع بك هذا الوباء، ونعوذ بك من كل الداء، ونستجير بك من البلاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى.
واجزهم عنا وعن البلاد وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا والقائمين على شؤون صحتنا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.